ايمن برك اقول لك انا معتقلين تاع الحركه، وهذه قصه لو كان نحكيها لك من اغرب القصص تاع معتقل تسمعها في حياتك. انا كنت نمشي في باب الواد كالعاده رايح لا جرون بوست قصبة باب الواد في مازيغان. أيوة مازيغان، رايح كالعاده كنت رافد كرتونه كاتب فيها سؤال بسيط: اذا تجاوزت 25 سنه لا يحق لك الانخراط في الجيش، اما اللي في عمره 90 سنه راه قائد اركان. هذاك الوقت كان قائد صالح. أيوة كنت كاتب هذا السؤال، يعني كيفاش واحد في عمره 25 سنه راح يحب ينخرط في الجيش تاع بلادي؟ ما نقدر. بصح واحد في 90 سنه شاهد بوست 80 سنه ولا شاهد بوست وراه خدام، حاجه تناقض. هذا سؤال بسيط كنت طرحه. المهم اعتقلوني عليه في وسط المسيره، ومن بعد تلقوني، ومن بعد عاودوا ولاو ليا مع العشيه، جاو ليا الشرطه، ومن بعد هضروا معايا بالعقل، يعني قال لي تجي معنا ماشي مشكل، قال لي حاجه تاع 4 دقائق 5 دقائق وتروح للدار. رحت معاهم، على كل حال يعني حاجة للتاريخ الإنسان يقولها. هضروا معايا بيام، قال لي صبر نشوف. من بعد طولوا معايا هضروا معايا، قال لي والله غير الله غالب، قال لي صبر دوك يجي كوميسار إن شاء الله وفيها خير. قال لي الله غالب واش نقول لك. هو فاسكو في الأول قالوا لي تيني حاجة تاع 4 دقائق 5 دقائق تروح للدار. جاز الوقت، جا كوميسار هضر معايا، قال لي كيفاش وليدي هكذا هضر معايا بهذا لافاسون. قال لي واش نقول لك، قال لي والله العظيم قال الله غالب. قال لي دوك هذاك النهار زادوا بيتوني، ضربت يومين في ليجون. بالحد الصباح رحت لدار شرع عند بروكيرور. بروكيرور كي دخلت عنده، لما دخلت هكذا قال لي انت الاخر، قرا لي واسمه، قال لي الله غالب. ومن بعد قلت له كيفاش خرجوني، قال لي جوز عند قاضي التحقيق. جست عند قاضي التحقيق، كي جست عند قاضي التحقيق قال لي قصر معايا، وقال لي واش عندك مستوى ماستر ومنا بيا هضر معايا. ومن بعد قال لي الله غالب، قال لي تروح ندير لك ايداع السيج، قال لي وكسر كي تلحق منه. رحت للسيج، دخلت للسيج، اللي في السجن هذوك قالوا لي على بالنا بلي ما كنت داير والو ماشي حاجه وما راك خاطي كاع. قال لي بصح حنا الله غالب، حنا رانا خدامين. شارعت هذه المره الاولى جبت البراءه في باينام، دوكا كسر لي بروكيرو شارع. زدت شارعت في رويسو، كي شارعت في رويسو حكيتها القضيه، قلت لها، قالوا لي الله غالب الشرطه، الكوميسار قال لي الله غالب، بروكيرو قال لي الله غالب، وقاضي التحقيق قال لي الله غالب، والكارديا تاع السجن قال لي الله غالب. قلت لها واليوم راني جيت قدام كي حكيت لها. قالت لي واش نقول لك الله غالب، ضحكت بهذه سبحان الله الطريقه، قالت لي الله غالب. يعني حبيت نقول لك لحد الان ديجا اصلا السؤال ما لقيتش الجواب تاعه، باذن الله براءه وما جبتش براءه. المهم الحكم اللي يدير، باسكو كي تكون جوا السجن يتماركا الحكم في الكاسي جيديسيار تاعك يخرج. يسمع درك كان طاير الكازي تاعك ومسخك. الله غالب، والله غالب، يحفظ الله غالب. شوف الاخ، احنا ان شاء الله باذن الله انا مكملين في السلميه تاعنا، إن شاء كل الله حاجه بسلميه. احنا رانا ضد اي شيء تاع عنف، ورانا ضد، رانا مع اي حاجه تاع افكار تاع نتناقشوا تاع نروحوا بالبلاد تاعنا ان شاء الله للافضل. ان شاء الله يا ربي نتمنوا الخير للبلاد هذه، ونتمنوا الخير لبلادنا، تحسن الاوضاع تاعها، تحسن الصوره تاع بلادنا ان شاء الله داخليا وخارجيا. والسلام عليكم. بارك الله فيك خونا محمد ويعطيك الصحة، البراءة إن شاء الله. وعليكم